السلام عليكم، تحية طيبة أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى حلقة من فلسطين لهذا الأسبوع عبر قناة الرافدين. ما الأسباب التي دفعت الشباب الفلسطيني إلى تأسيس منصة لمة؟ كيف تعمل المنصة على استثمار مواهب الشباب وصناعة المبادرات المميزة؟ ما أبرز أهدافها والفعاليات التي تقوم بها؟ وفي زهرة المدائن عائلة سمرين المرابطة في البلدة القديمة والمعرضة والمهددة بالخروج من منزلها، كما تتابعون في ذاكرة فلسطين العدوان على غزة عام 2008، فتفضلوا بالبقاء معنا. إخواني عامر بين بشر ودعاء وهوى لله ذاكر ونقاء راسما الدنيا سموا وبشائر صحبة في الله كانت لم تنل منها العساكر في سماء القدس طائر في سماء القدس طائر في خبايا القلب ساهر سبلت عيناه ذكرى قلبت أحلى الدفاتر في سماء حوله كل المعابر بين سجان ووغد وعميل ومحاصر واثق بالله أن الدهر قلاب ودائر وبأن الصبح حر وثائر في سماء القدس طائر. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى حلقة هذا الأسبوع من فلسطين عبر قناة الرافدين. لا يزال الإبداع الفلسطيني يفتقر إلى الرعاية والتكريم رغم تقدمه في مختلف المجالات، فهذا شعب تحدى الأزمات وتخطى الصعاب وسجل تفوقا ملحوظا في مختلف المجالات، يستحق دائما أن تسجل إنجازاته في سجلات الشعوب كما تسجل تضحياته. ثلاثية يجب أن تكون حاضرة في وجه الاحتلال الصهيوني وفي ضمير العالم: الظلم، المقاومة، والإبداع. هكذا يقول ضيف حلقتنا في هذا الأسبوع الأستاذ ياسر علي. فكما نعلن نعلن دائما للعالم مدى الظلم الذي نتعرض له ليتضامن معنا، فإنه يحق لشعب فلسطين أن يفتخر بأنه لم يقف مكتوف الأيدي في وجه الاحتلال الغاصب، بل تحداه وجها لوجه وجسدا بجسد ودماغا بدماغ. يفتقد الفلسطينيون ولا سيما فئة الشباب لمؤسسات تفكير وتطوير رسمية، لمراكز إبداع تهتم بالمبادرات الشابة التي تفتقر إلى رعاية من جهات الرسمية سواء من السلطة أو من الجهات الدولية. غير أن بعض التجارب الناجحة ومنها تجربة لمة التي سنتحدث عنها اليوم استطاعت خلال السنوات الماضية وحتى هذا العام أن تقدم إبداعا مميزا وتضع بين أيدينا العديد من المبادرات التي سنتحدث عنها في هذه الحلقة مع ضيوفنا في الأستوديو. معي الأستاذ حذيفة جرار، العضو المؤسس في منصة لما. أهلا وسهلا فيك معنا سيد حذيفة. أهلا وسهلا بكم. كما يسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الخط الهاتفي من لبنان الأستاذ ياسر علي، الباحث والكاتب الفلسطيني. مرحبا بك معنا. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. وكذلك بضيفتنا الأستاذة بنان الرنتيسي، المديرة التنفيذية لحدث لما عام 2019 للعام الماضي بطبيعة الحال. أهلا وسهلا فيك أستاذة بنان. أهلا فيكم ويسعدكم ويسعد مساكم. حياكم الله جميعا. اسمحوا لنا أن نذهب لمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش بحول الله.
بعيدا عن وسائل الإعلام التقليدية ودون قيود أو انتماءات سياسية أو حزبية، يكون كوكبة من الشباب العربي الواعد منصة إلكترونية بعنوان لمة، تهدف إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب حول العالم لنشر الأفكار والقصص والفنون الملهمة في جميع المجالات، بالإضافة إلى نشر الوعي والإلهام والمعرفة والأمل بعيدا عن الاختلاف السياسي والديني من خلال إيجاد محتوى عربي عصري وتعزيز الحوار الإيجابي حوله. الحمد لله في نجاح كتير كبير، والحمد لله إنه الناس رأيها كتير كتير حلو، فرحانين ومبسوطين بهذا الإشي، فرحانين الناس بالمنصة بنتائجها، فرحانين بالقدوات والنماذج اللي جبنا لهم إياها وعرضناهم عليها، فرحانين بالضيوف اللي مشاركينهم. يسعى الشباب عبر منصة لما إلى نشر الوعي والإلهام والمعرفة وتعزيز الإيجابية والأمل لدى الشباب من خلال منح الفرصة لهم لعرض أفكارهم، قصصهم، فنونهم ومبادراتهم، والوصول إلى مجتمع واعي يهتم بمشاركة الأفكار والقصص والفنون، وكذلك توثيق الترابط العربي تحت سقف الإبداع والإلهام، إضافة إلى تعزيز الفكرة الوطنية لدى الشباب حول العالم بمحتوى عصري وبطريقة مختلفة، إضافة إلى إيجاد حوار إيجابي ونشر المعرفة من خلال مشاركة المحتوى عبر خلق منصة حرة ومستقلة بعيدة عن التصنيف الأيديولوجي والسياسي والديني. لما يكون في منصة عم بتعطي مجال للأشخاص المبدعين إنهم ينقلوا هاي التجارب، بتساعد إنها توصل للناس أكثر، سواء على الناس اللي راح كانت موجودة شخصيا وسمعت هاي الأشياء، أو اللي راح تيجي تنتقل لاحقا عن طريق الفضاء الإلكتروني اللي هو أصلا صار أداة كتير مهمة اليوم بالتوثيق وبتوصيل الرسالة والخبر، اللي صار في عنا نوع من إعلام بديل. يعني بمعاني القيم الإنسانية الراقية، تعمل لما سنويا على تنظيم حدث بمشاركة مجموعة من المتحدثين الملهمين وبمساحة زمنية محددة بمختلف مجالات الأحاديث من أفكار وقصص وفنون مبدعة، بهدف إتاحة الفرصة لدى الشباب بمشاركة الإلهام والإبداع في مختلف المجالات. يطلق على هذا الحدث لما مع اسم المدينة المقام بها الحدث، مثل لمة بيروت أو لمة شيكاغو، وهو جزء أصيل من حدث لمة الرئيسي، وتمنح جائزة سنوية لأفضل مشروع مشارك مختلف في كل موسم. أهلا بكم مجددا أعزائنا المشاهدين، وأهلا بضيوف الكرام من إسطنبول في الأستوديو سيد حذيفة، ومن لبنان وعمان. اسمح لي أبدأ معك طبعا أستاذ حذيفة. نحن عندما نتحدث عن هذه الفكرة أو هذه المنصة، نتحدث عن احتياج شبابي مهم جدا لمثل هذه المنصات، إذ أن الشباب الفلسطيني يفتقر بالفعل إلى منصة يتكلم من خلالها عن مبادراته، وهذه المنصة تتميز بأنها مستقلة وبأنها مفتوحة أمام جميع الشباب الفلسطينيين وغير الفلسطينيين من العرب وغيرهم الذين يعملون في مبادرات للقضية الفلسطينية. هل من توضيح أكبر حول المنصة؟ بداية نشكر برنامج مين فلسطين، وبشكرك أستاذ يونس على هذه الاستضافة الطيبة. منصة لمي هي أجت في فترة كنا بحاجة كشباب فلسطيني لمكان لنعبر فيه عن حالنا وعن أفكارنا وعن فنوننا، فمن هنا انطلقت فكرة منصة لمي. حتى الاسم لمي هي كلمة فلسطينية مستعملها تحت جرة الزيتون، اللي هو موجود شجرة الزيتون في شعارنا، الشكل الدائري لها. لمتنا بنحكي فيها عن قصصنا عن أفكارنا، بيغنوا فيها الزجل الشعبي الفلسطيني. هي مكان بيجمع الجميع داخله. لهيك كانت منصة لمة اللي كان هدفها أنها تنشر أفكار وقصص وفنون للفلسطينيين أو لأي حدا عنده قضية عن فلسطين وعنده فكرة عن فلسطين من خلال هذه المنصة. نعم جميل، سنتحدث عن أهدافها وأبرز برامجها إن شاء الله لاحقا. أستاذ ياسر، كراصد ومتابع ومهتم بالإبداع الفلسطيني وبالمبادرات الفلسطينية ولا سيما الشبابية منها، ما أهمية وجود منصات من هذا النوع للشباب الفلسطيني الذي يفتقر إلى مؤسسات أو إلى رعاية كما قلنا في المقدمة وهي جزء من مقالتكم، يفتقر إلى اهتمام حقيقي وتكريم فعلي من المؤسسات الرسمية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وشكرا لهذه الاستضافة الطيبة من قبلكم في برنامج من فلسطين في قناة الرافدين.
ما أريد أن أقوله أننا استشعرنا حاجة الشباب إلى من يطلق مواهبهم ومن ينظر إليهم في البداية ويفتح الطريق أمامهم، وبالتالي نحن نرى أن أي نشاط يمكن أن يؤدي إلى إبراز حاجات الشباب أو مواهب الشباب سيجد طريقه للنجاح بسبب همة الشباب الذين تكلفهم بهذا النشاط. يعني ربما لو جئت وقلت لهم أنا سأنشئ لما وبدي جهودكم مثلا، سيقوم الشباب بواجبهم كاملا دون أن تبذل أنت جهدا. لذلك أرى أن الدافعية والحافزية التي عند الشباب هي الرهان الأساسي أو هي الضمان الأساسي لنجاح أي نشاط من هذا النوع. هذا ما نراه، وضروري جدا أن نستعرض أو نعرض ونضيء الطريق أمام هذه المواهب لكي تنطلق في هذا العالم. مشكلتنا نحن في الدول العربية منذ بدايات أو بالأحرى منذ ما قبل هذا القرن، المشكلة أننا علماؤنا يدفنون في هذه الأرض وعندما يخرجون إلى الخارج يبرزون. نحن نريد لعلمائنا أن يبرزوا في هذه الأرض لا أن يدفنوا فيها. وهناك كثير من الملاحظات على الإبداع الفلسطيني أو العربي حتى في الخارج، أنه لماذا عندما يعمل العالم الفلسطيني في دولة أجنبية أو العالم العربي في دولة أجنبية يبرز وقد يحوز على جائزة نوبل وغيرها، لماذا لا يحوز عليها وهو في البلاد العربية؟ سبب واضح وأساسي، أنهم يفتقدون إلى المحضن الرسمي الذي يرعى العلوم. نعم. ونحن نعلم كيف أن إسرائيل أو الكيان الصهيوني يسخر أكثر، يعني نسبة كبيرة من إبداعه، أظن 6% من ميزانية الدولة على البحث العلمي، فيما نحن لا نسخر أي مال أو أي مخصصات للإبداع العلمي أو للبحث العلمي. بل يهمش المبدعون ولا يأخذون مواقعهم داخل أنظمتنا الإدارية للأسف الشديد. أرجو أن تبقى معي أستاذ ياسر للحديث بقية بالتأكيد حول هذه الملاحظات المهمة وكيف نتجاوزها، لكن مرة أخرى أرحب بالأستاذة بنان الرنتيسي المديرة التنفيذية لحدث لما 2019. مرحبا بك معنا عبر سكايب من عمان، وأود أن أسألك عما تميزت به النسخة للعام الماضي. نحن الآن في عام 2020، كل عام وأنتم بخير. يعني في 2019 بماذا تميزت هذه النسخة عن النسخ الأخرى من لما؟ بداية يسعد مساك أستاذ يونس، يسعد مساكم قناة الرافدين، شكرا على الاستضافة الجميلة واللفتة الرائعة بما يتعلق في لما. في 2019 بفضل الله كانت تطور، كونه الحمد لله في كل سنة تتطور لما عن السنة التي قبلها. فب 2019 كان اختيارنا للأردن كمجتمع ثري بالنخب والقدوات، كمجتمع ثري بالفنون والقصص والأفكار، كمجتمع ثري ومحير فعليا من كثرة الأشخاص الممكن استضافتهم في حدث لمة. لذلك كان عندنا عدد كتير كبير من الشخصيات، واحترنا كيف نختار منهم، احترنا كيف مين منهم يستحق التقديم، وفعلا كان الجميع يستحق التقديم، ولكن لضيق الوقت اللي قدرنا انه زي ما بيحكوها نختار جزء منهم، وتركنا التواصل مع البقية حتى نشوف كيف ممكن نقدمهم. لمة الأردن على اعتقادنا كفريق لمة، بعد التجربة وبعد محاورة الناس وبعد أخذ آرائهم في الأردن، متعطشين لمنصة من هذا النوع، منصة خاصة بالفلسطينيين، منصة ثقافية تعنى بهذا الشأن وتركز على هذه الفئات الثلاث، كونه كان تقسيمنا في لمة أفكار وقصص وفنون. فالناس كانت خلال الحدث فعليا متحمسة ومتشجعة للفقرة التي تليها، بدها الفقرة زي ما بيحكوها تضل مستمرة، وبدها بنفس الوقت تشوف شو في مفاجآت ضايلة. في 2019 برضو بنقدر نحكي كان في عنا معرض للفنون المتنوعة مكون من 41 فنان، ما بين تشكيلي ما بين حرفي ما بين مصور، جسدوا القضية الفلسطينية بفنونهم ومواهبهم وكاميراتهم. نعم. أعطى فرصة أكبر لعدد كتير كبير من الموجودين في الأردن أنه يشاركوا ولو بالقليل. حاولنا نشرك الجميع لو بكلمة،
لو بابتسامة لو بأزرونا وبكونوا معنا بالروح الإيجابية. فهذا الشيء اللي خلى من لمة الأردن لمة مميزة ومبنية على الخبرات السابقة. نعم. فجعلت من صداها الحمد لله كان صدى قوي وصدى إيجابي وصدى المجتمع نفسه ما زالوا للآن بتواصلوا معنا وبيعملوا استضافات متنوعة على لمة بالأحداث اللي بتصير في الأردن للمحافظات للجامعات للطلاب إلى آخره. نعم أستاذ حذيفة، ما أهم أهداف هذه المنصة وكيف تحاولون تنفيذ هذه الأهداف أو تحقيقها على أرض الواقع من خلال هذه الأحداث التي تقومون بها سنويا، يعني في 2017 18 وفي 19 وإن شاء الله في هذا العام أيضا؟ بدأ هدفنا الأساسي في تشكيل مجتمع لمة، هو مجتمع بيستهدف الفلسطينيين في كل مكان. حطينا خطة أن نوصل للفلسطينيين في فلسطين، الفلسطينيين في 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 دول العربية، الفلسطينيين في أوروبا. استغلينا هذا الشيء في حدثنا الأول كان في سنة 2017 في مؤتمر فلسطينيين للخارج، وكان مؤتمرنا على هامش هذا المؤتمر وانطلقت منه فعالياتنا، وهذا أتاح لنا الفرصة أن احنا نلتقي بعدد أكبر من فئات المجتمع الفلسطيني خاصة فئات الشباب. فتركزت أهدافنا أن نوصل لهدول الناس، نعمل لهم منصة تعبر عن أفكارهم، يكون عندنا خلينا نحكي حاضني لهاي الأفكار، تسلط الضوء على إبداعاتهم، على أفكارهم، على إنجازاتهم. حاولنا نكون متنوعين بالأفكار والأشياء اللي عم نطرحها، حاولنا تكون متنوعين بالناس والأسماء اللي بتم طرحها. هدفنا الأساسي اللي بنسعى له نشكل مجتمع واعي بيعرف حقوقه الفلسطينية، ببرز المبدعين والفنانين وأصحاب المبادرات بفلسطين وفي خارج فلسطين بما يهم القضية الفلسطينية. لكن كل ذلك يتم بجهود ذاتية تقريبا بدون دعم من جهات رسمية أو غير رسمية أو منظمات دولية أو غيره. ابتدأ المؤتمر يعني حتى بدايتنا كنا كشباب أنه كل شخص كان من طرف، أنا كنت في أسطنبول، بعض الأصدقاء كانوا في الأردن، بعض الأصدقاء كانوا في السعودية. بدأت فكرة وهذه الفكرة نشغل عليها لعدة شهور حتى تطور وطلعت بشكلها النهائي بإيش هي لمة، إيش تعريف لمة، إيش أهداف لمة، إيش رؤيتها، إيش استراتيجيتها لبعدين. فكان جهود شبابية فردية ذاتية، رغم تباعد المسافات إلا أنه قدرنا نتجاوز كثير من هذه المشاكل من خلال السوشيال ميديا واجتماعات الإلكترونية اللي كانت تجمعنا. ربما في مؤتمرنا الأول ما التقيناش خلال 3-4 شهور غير لقاء واحد، ولقاء كان قبل المؤتمر وكان اللقاءنا الثاني اللي من خلاله طلعت لمي للناس. حتى كل الأشخاص كانوا موجودين، كان أي شيء بقدر يساهم فيه كل شخص من هدول الأشخاص، مالي في مواصلاته، في اتصالاته، في وقته حتى، يعني أغلبنا متطوعين أو كلنا متطوعين، كلنا عنده أشغال وعنده أوقات تانية، فإحنا تطوعنا في جزء من وقتنا من أجل هاي المنصة من أجل إنجاحها. نعم أستاذ ياسر، هؤلاء الشباب ما الذي يحتاجونه من أجل الاستمرار في هذا النوع من المنصات والمبادرات، وهم الذين تطوعوا كما أشار ضيفنا في الأستوديو إلى قيادة هذه المرحلة التي للأسف الشديد أثبت من خلالها أو أثبتت من خلالها القيادة الفلسطينية بأنها غير جديرة بقيادة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الحرجة. الشباب الذين يبادرون ويتقدمون إلى ماذا يحتاجون، وكيف يمكن الاستمرار في هذه المبادرات على الرغم من كل الإمكانيات الضعيفة وغير المساعدة في الحقيقة لنجاحهم؟ نعم، نحن كما لاحظنا في هذه الظواهر الإبداعية سواء في لمة أو في غيرها، أننا حين رصدنا هذه الظواهر وجدنا أنها فردية وليست جماعية. ميزة لمة وتيد إكس أو غيرها، لمة تحديدا هي ظاهرة جماعية، إنما تفتقد لمة وغيرها والمبادرات الفردية يفتقدون إلى الأدوات والإمكانيات التي يجب أن تكون أدوات وإمكانيات دولة وليس أدوات وإمكانيات أفراد. لذلك أنا أرى أن إبداع لما مضاعف لأنه يعمل بإمكانيات مجموعة بسيط أو صغيرة من الشباب الواعد الذين يعني يضحون بأوقاتهم من أجل أن ينتجوا هذا المنتج. نحتاج أيضا لهؤلاء الشباب المحاضن، المؤسسات التي ممكن أن تمول، المؤسسات التي لديها الأدوات التي يمكن أن تستخدم.
كما يقال انه ممكن الواحد يصير يتدرب مثلا كمال اجسام بس بدون ماكينات ما بيقدر يتدرب. فلذلك الذي سيؤمن هذا النادي الكبير الذي يستوعب كل هذه الابداعات يجب ان يكون دولة، يجب ان يكون سلطة، يجب ان يكون جهة لديها مقدرات. انا لا اقول ان الجهة التي لديها المقدرات هي افضل من غيرها، هي تاخذ على سبيل المثال الدولة تاخذ مقدراتها من ضرائب الشعب، وبالنهاية الدعم يأتي من الشعب، ولكن هناك يجب من أن يوجد من يدير الإبداع والبحث العلمي وغيره. كل دول العالم فيها وزارات للشباب، وكل دول العالم ما فيها وزارات للإعلام إلا بلادنا العربية فيها وزارات للإعلام، وزارات للمخابرات، وما فيها وزارات للشباب. صحى بعض هذه الدول على وزارات الشباب مؤخرا بعد الربيع العربي، ولكن ليس بالشكل المطلوب والشكل الداعم كما نتوقع يعني. نعم. لذلك أرى أن المبادرات كلها مثل لما وغيرها، وحتى المبادرة التي نحن نقوم بها طبعا لما توفر لها كما يقال مجموعة كبيرة من الشباب الطيب القوي القادر المثقف لكي يقوموا بهذا الجهد المميز، نحن في مشروعنا في مشروع الإبداع الفلسطيني، حصاد الإبداع الفلسطيني، لا يقتصر على فقط الحصاد أو تجميع هذه الأسماء. نعم. نحن هدفنا تجميع هذه الأسماء، قمنا بتجميع الأسماء خلال السنة يوما بيوم واستقناها بتقرير الذي قرأت حضرتك منه، ثم عندنا كتاب سنوي يصدر، أصدرنا 2016 و2017 و2018، الآن نجهز 2019، أنا الآن جالس أعمل عليه بالمناسبة يعني. نعم. ثم عندنا مفترض أن نستطيع هذه السنة أن نقيم حفلا صغيرا على مستوى لبنان إن شاء الله، والهدف والنية أن يكون هناك حفل لرعاية الإبداع الفلسطيني في العالم على مستوى كبير. ولكن المشكلة أننا حتى في هذه المسألة لا نجد الرعاة بسهولة من أجل أن يدعموا هذه المبادرات. لذلك نحن نقول أننا بحاجة أولا إلى من يربي هؤلاء الشباب على الإبداع، ثانيا ولا أعني بتربيتهم أن يضعهم في إطار معين فقط، لا، بل أن يفتح أمامه الآفاق، أن يعطيهم الأدوات التي تسمح لهم، أن يؤمن لهم المحضن الذي يرعاهم ويمولهم من أجل أن يقوموا بإبداعهم، وأخيرا أن تجد من يكرمهم. نعم. نحن بمشروعنا نعمل على من يكرمهم، لما تعمل على من يعرض إبداعاتهم بطريقة توصل صورة الإبداع الفلسطيني أولا. نعم. وثانيا تبرز أهمية هذا الإبداع، وثالثا تطلع الناس بطريقة مشوقة. نعم. على إبداع الشعب. وهنا أتساءل مع الأستاذة بنان عن طبيعة المبادرات التي تميزت بها أحداث لما لهذا العام. نحن تابعنا في الحقيقة مبادرات مميزة وانتشرت بشكل كبير بين الناس، هل تحدثين عنها بشكل أكبر؟ أستاذ يونس، كان معنا العديد من المبادرات صدقا جميعهم تميزوا، ولكن من الذاكرة، من ذاكرتي البسيطة، ممكن أنه نتطرق لمثلا كان في عنا مبادرة لطارق البكري، كان عنده مبادرة كنا وما زلنا لإحياء الماضي الفلسطيني وتثبيته من خلال البحث وتوثيق الماضي وتوثيق المنازل المهدمة وتوثيق الركام وإعادة الأشخاص إلى بيوتهم حتى لو من خلال السكايب. كان معنا المعلمة حنان الحروب الفائزة بلقب أفضل معلمة في العالم. كان معنا زينة صندوقة مذيعة من قلب فلسطين. كان معنا من قطر الإعلامي أحمد الشيخ. كان معنا من الأردن الكاتبة رزان لزيود. كان معنا أيضا فرقة الأمانة، أمانة عمان للتراث والدبكة. كان معنا طفلين نقدر نعتبرهم أو شابين، ممكن برضو عشان ما نزعلهم، فارس الرياحي وماريا درباشي عازف، وصاحبة الصوت اللطيف ماريا. أيضا كان معنا العديد أيضا، حتى ما أنسى ناس يعني. نعم. في كان معنا ما يقارب 20 ضيف على المنصة
ما بين فقرات جماعية وفقرات فردية، جسدوا كل منهم فكرته أو قصة أو قصته أو فنه من خلال أرض الواقع. يعني كل شخص أعطانا ما يواجهه، أعطانا مراحل تطور فكرته وقصته، أعطانا مقتطفات منها. حاور الجمهور، خبرهم بالأخبار الجميلة، خبرهم بالمواجهات، خبرهم بالتحديات اللي كانت تواجهه، ولكن من قلب الحدث. كان يعطيهم المثال على أرض الواقع، كان يدخلهم في جو الشيء اللي هو أنجزه وهو تميز فيه، حتى ندخل الجمهور مع الشخصية في حياتها، في نجاحها، في تفوقها. هذا أمر جميل. ولو تحدثنا بشكل خاص عن مبادرة الأستاذ طارق البكري، وهي مبادرة مميزة في الحقيقة، أعادت الناس بشكل كبير إلى بلادهم، ولم يكن يتوقع بعض الناس ربما من الأجيال الحديثة أن بيوت ومنازل عوائلهم ما تزال قائمة وأنها محتلة على سبيل المثال، فأعاد ذلك إلى الذاكرة، بالإضافة إلى أنه يعني وضعنا أمام شواهد لقبور شهداء أردنيين وغير أردنيين، وأكد أنهم موجودين هناك، موجودون هناك في فلسطين المحتلة. هذا أمر في الحقيقة لفت الانتباه لدى كثير من الناس، أليس كذلك؟ نعم، من خلال مبادرة كنا وما زلنا للأستاذ طارق البكري، كشف عن الشهداء الأردنيين كأنهم مفقودين من عائلات مختلفة في الأردن. من خلال البحث والتنقيب كشف لي شواهد القبور، وتواصل مع أهلهم، تواصل مع أهلهم وخبرهم، وخبروهم كمان إذا كانوا بحبوا ينقلوا جثامينهم، كونه وجدوا أبنائهم المفقودين، وأخيرا كونه كانوا فاقدين الأمل، ولكن كونه الأردن وفلسطين بلد واحدة ولا يفرقها أي ظرف ولا احتلال ولا عدو، رفض أهلهم نقل جثامينهم وأصروا على إبقائهم مدفونين في الأراضي الفلسطينية، واستضافوا الأستاذ طارق البكري عندهم في قراهم وفي محافظاتهم. جميل. أستاذ حذيفة، المبدعون والمبادرون بحاجة إلى عرض هذه المبادرات، وبحاجة إلى أن يستمع الناس إلى مبادراتهم ويفهموا كيف يفكر الشباب تجاه فلسطين المحتلة. وكل مبادرة تحمل طموح لصاحبها، وقد يكون في البداية طموحا فرديا ثم يصبح طموحا جماعيا كما حصل معكم. يعني ربما كانت هذه الفكرة للمنصة طموح ذاتي لحذيفة وغيره من الشباب، فأصبحت الآن أمرا واقعا يتحدث من خلاله أو من خلال هذه المنصة مجموعة كبير من الشباب الفلسطيني. ما أهمية توفير منصة من هذا النوع للشباب كي يطرحوا مبادراتهم ويتكلموا عن طموحاتهم؟ فكرة منصة لمي لما انطلقت وكنا حاطين تصوراتنا وتوقعاتنا إلها، الناتج اللي شفناه بعديها من تفاعل الشباب، خاصة خلينا نحكي الآن بعد حدثنا الأخير لما تعمان، رسائل الناس اللي بتيجي على الصفحة، الأفكار اللي بتيجي، الناس اللي عندها مشاريع حابة تحكي عنها على منصة لمي، بأكد لنا أنه إحنا ماشيين في الطريق الصحيح، أنه إحنا رسمنا خط ورسمنا طريق من خلالها بتم عرض هؤلاء المبدعين أو هؤلاء الفلسطينيين. ربما عندنا مؤتمرنا السنوي، هو مؤتمر لم السنوي، ولكن من ضمن خططنا أو من ضمن برامجنا الحالية هو برنامج لمات، هو برنامج بتيح للفلسطينيين في أي مكان يقدموا أفكارهم وفنونهم من خلال الدخول لموقع منصة لمي.com أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لمي جلوبال، بيقدروا يدخلوا ويطلعوا على شروط إقامة فعاليات لمي أو لمات في مدنهم أو في جامعاتهم أو في مدارسهم، بحيث نعطي فرصة أكبر للفلسطينيين أنهم يعبروا عن نفسهم ويقدموا أفكارهم ومشاريعهم. والقسم الثاني اللي احنا مرتكزين عليه بشكل كبير هو السوشيال ميديا، لأن هذه المشاريع أو في هذا العصر السوشيال ميديا يشكل منصة كبيرة يستطيع بها الشخص الوصول لكل مكان. نعمل بشكل كبير على منصات السوشيال ميديا، ونحاول الانتقال لجميع المنصات بحيث نصل لأكبر عدد من الفلسطينيين. نحاول إنتاج مواد تعرض الفلسطينيين، كان آخر هذه المواد أعلام لهم بصمة، نحاول من هذه الفيديوهات القصيرة أن نركز على المبدعين الفلسطينيين والكتاب والمبادرات الموجودة في فلسطين، بحيث يكون هناك منصة تتحدث عن الفلسطينيين وإبداعاتهم وإنجازاتهم. جميل. أستاذ ياسر،
كيف تفسر عدم وجود اهتمام ورعاية وتكريم فلسطيني رسمي وغير رسمي بالمبدعين والمبدعات والمبادرين في المشهد الفلسطيني؟ يعني هل هناك تفسير لهذا الأمر؟ من جهتي أنا أعتقد أن المشهد الفلسطيني هو جزء من المشهد العربي، وأن السلطة الفلسطينية هي جزء من السلطة العربية التي تتعامل مع المبدعين ومع الشباب ومع المفكرين بطريقة غير لائقة وغير غير لائقة لمستوى تفكيرهم وأدائهم وإنجازاتهم. السلطة الفلسطينية هي محضنها السلطات العربية، وبالتالي نحن نعلم أن السلطات العربية، أنا أذكر ذات مرة كنا في محاضرة للدكتور عبد الله النفيسي، قال لنا أنه في العام 67 كان هناك أكثر من 50 مركز دراسات مستقبلية إسرائيلي، وكان في العالم العربي كله فقط مركز الأهرام للدراسات، ورغم ذلك حتى مركز الأهرام كان فيه بعض القضايا المخجلة أو غير لائقة بمستوى مركز دراسات. المهم العالم العربي لم يفكر، لأنه هو أصلا في العالم العربي الأنظمة هي نوعان في العالم العربي، نوع قبلي عشائري والنوع الثاني هو نوع عسكري تاري، فبالتالي نحن لا يرى هذان النوعان في المفكرين وفي المبدعين يعني كما يقال تطور لنظامهم، بل يعتقدون أن هؤلاء هم أخطر الناس عليهم. ونحن نعلم وهناك كثير من القضايا التي أثيرت في هذا الشأن، أنه عندما يرون مبدعا أو مفكرا يسعون إلى تحييده وغير ذلك. ومن القصص المشهورة قصة فاروق الباز عندما عاد من الغرب وقد أنهى رسالة الدكتوراه خاصته، عين لأنه طبعا له استطاع أن يحقق إنجازات كبيرة، عين أستاذا لمادة الكيمياء في بورسعيد بعيد عن القاهرة 100 كيلومترات، وكاد أن يدفن هناك لولا أن نصحه أحد أصدقائه وهو يقدم على طلب الوظيفة، قال له اسحب طلبك، وسحب طلبه بحجة واهية، يعني حجة أنه نسي يكتب شيء معين فيها، وهرب من مكان التوظيف وسافر إلى أمريكا، وأصبح لاحقا مدير معهد هيوستن لأبحاث الفضاء الذي يدعم بوكالة الناسا مباشرة، وأصبح مميزا في الغرب. وهذا المثال لا يزال قائما في حياة معظم المبدعين العرب والفلسطينيين. لكن في المشهد الفلسطيني نحن نرى أستاذ ياسر إبداع فلسطيني، وأنا أعني هنا بالشباب وهو موضوع حديثنا، إبداع شبابي عظيم جدا على مستوى مقاومة الاحتلال بكل شيء، بالسلاح وبالفكر وبالعلم وبالأدب وبالشعر. في هذا الإبداع لا يستحق بالفعل أن يكرم؟ يعني أنا أقول إبداع المقاومة تحديدا في غزة جاء لأن هناك محضا يرعاهم ويفكر مثلهم. أما بقية الشباب فنحن كما نرى معظم الشباب الفلسطيني بإبداعاته إذا لاحظ يكون في الخارج في معظمه، أو مشاريع أجنبية في الداخل. يعني أعطيت مثل أنا على إحدى القنوات، قلت لهم في يعني شاب وزوجته أرادوا أن ينجزوا رسالة دكتوراه عن التعليم في غزة، فأنجزوا رسالتيهما دكتوراه للتعليم في غزة وأخذوا تقدير مرتبة الشرف، ولكن في كوالالمبور وليس في غزة. لم طبعا نحن نعلم في غزة أن هناك من يمنع إعطاء الدكتوراه في الجامعات فيها، لأن السلطة الفلسطينية رفضت أن يكون في غزة مكان لإعطاء شهادات الدكتوراه، أكثر شيء في ماجستير. خلصوا ماجستير في غزة وأخذوا منحة إلى كوالالمبور إلى ماليزيا وأنجزوا إنجازهم. يعني هذا مثل بسيط بس أنه لماذا تمنع غزة من إمكانية إعطاء درجة الدكتوراه. هذه المسألة يجب أن تطرح بقوة، لأن الدكتوراه هي أساس في الأبحاث، طبعا يتبعها أبحاث وغير ذلك وكذا، فبالتالي هذا أمر يجب أن ينظر إليه بقوة. لماذا كل شباب غزة وكل من يريد أن يحوز على درجة الدكتوراه ويقدم أطروحة في هذا في أطروحة الدكتوراه يذهب إلى تركيا أو ماليزيا أو دمشق أو غير ذلك؟ يعني
تمام، أرجو أن تبقى معي أستاذ ياسر. أذهب مرة أخرى للأستاذة بنان. أمام ما تحدثنا به من يعني وجه مشرق في الحقيقة لهذه المنصة ولهذه المبادرات الشابة، هل هناك مشكلات أو تحديات تواجهكم أستاذة بنان على صعيد العمل في هذه المنصة؟ في هذه المنصة كونها جهود شبابية نقدر نعتبر العبء الرئيسي بيكون فيها اللي هو الدعم المادي. الدعم المادي بيكون هو عبارة عن العائق في أي عمل، ولكن أصحاب الخير أو الداعمين للقضية بنقدر نعتبر من هذا الباب موجودين كتير، وداعمين للثقافة موجودين كتير. فبلمة الأردن كان الدعم موزع على العديد من الجهات، نعم متفاوت قليل والمتوسط، ولكن غطى تقريبا تكاليف لمة، ولكن لابد من يعني من وجود بعض المصاعب في جمعها، في إقناع الناس بفكرة لمة، وهو الأهم يعني إن أنا أقنع الناس لماذا لمة وشو أهدافها وشو رؤيتها وليش إحنا بنعمل هاي المنصة وشو الداعي بإنه يكون أي شخص بتوجه له هو الراعي وهو الداعم لهاي المنصة. أفكار القضية وأفكار المنصة كبيرة جدا، ولكن يجب طرحها على الداعم أو على الراعي بالطريقة الواضحة بعيدة عن المشاكل، حتى نقدر نوصل فكرة المنصة كمنصة ثقافية بعيدة عن أي مشاكل. هي عبارة عن منصة داعمة ثقافية، فهي بتدعم الثقافة بدرجة أولى، بتدعم الشباب الفلسطيني ثقافيا. فلازم كانت نعطي الشرح الصافي الوافي لإلها دون تشبيكها بأي موضوع تاني، كونه قضية كونه ما بين الأشياء اللي بتصير في المجتمع المحلي في المجتمع حولنا بالنسبة للقضية، وما بين خط سير المنصة كمنصة ثقافية شعرة صغيرة جدا. نعم. يجب الحذر في نقلها حتى نقدر نظلنا ماشيين في منصتنا ضمن الهدف اللي احنا محددينه. وهذا كلام جميل ومهم في الحقيقة، هو تحدي ليس سهل إلى جانب التحديات الأخرى. نبقى في موضوع التحديات، يعني أنتم تصرون على مواصلة العمل وعلى التقدم خطوة وراء خطوة على الرغم من كل الصعوبات والتحديات، ما نعرفها وما لا نعرفها في الحقيقة، كوننا يعني غير قريبين جدا من إدارة هذه المنصة، لكن كيف بالفعل تتعاملون مع هذه التحديات؟ كثير من الأوقات ناش نحكي انه نوصل لمرحلة اليأس من العمل من الجهد. يعني في مؤتمرنا السابق تقريبا 6 شهور من العمل المتواصل، 6 شهور انت يوم تقريبا في اجتماع، وخلينا نحكي كل اسبوع في اجتماعين، مستمر مدة الاجتماع 3 ساعات و4 ساعات، في صعوبات في اختيار الناس واختيار المتحدثين وكيف ممكن مثلا خلينا نحكي مؤتمر عمان الاخير كيف كنا نقدر نجيب متحدثين مبدعين مميزين بأقل تكلفة ليكونوا موجودين معنا في عمان. نعم. ويكون بنفس المستوى وبنفس الاستراتيجية والأهداف اللي حاطها منصة لمة. هل عم نحضر للمة الخليل إن شاء الله رب العالمين، عم نحاول كيف نوفر الوقت وكيف نقدر نوفر المصممين والمتطوعين معنا الموجودين. كل عملنا قائم على المتطوعين، من هون بحب أشكر إدارة المنصة والمتطوعين في كل مكان اللي شغالين، وهم سبب نجاح هذه المنصة، اللي هم بيشتغلوا بيضحوا بوقتهم من أجل نجاح هاي الفكرة، في التواصل، في التنسيق، في أمور حتى لو كانت بسيطة، مهما كانت بسيطة كثير عم بتأثر في نجاح هذه المنصة. هاي التحديات كلياتها رغم صعوبتها إلا أن نتائج هذه المؤتمرات، نتائج هذه الفعاليات وردة فعل الناس وانبساطهم بوجود فئة من الشباب الفلسطيني المبدع المميز اللي بيقدم أفكار وقصص وفنون على هذه المنصة برجعنا أنه إحنا في خطنا الصحيح، رغم كل الصعاب إحنا عم ننجح، عم نحاول نكون احترافيين في الشيء اللي عم نقدمه، عم نحاول نتعاون ونستعين بمتطوعين في جميع المجالات، في مجال التصميم الجرافيكي، في مجال إنتاج الفيديوهات، في مجال العلاقات العامة والتواصل، بحيث ننجز جميع مهماتنا بأعلى دقة وأحسن كفاءة وبأقل التكاليف اللي بتضمن نجاح هذه المنصة باستمرار. وهذا ما نراه في الحقيقة في منصاتكم السنوية. أستاذ ياسر، أخيرا
القضية لا تتعلق فقط بوجود منصة ومبادرات، والقضية أيضا تتعلق باستثمار هذه الطاقات الشابة التي بدأت تبحث منذ سنوات للأسف الشديد، سواء من فلسطين المحتلة أو من خارجها، بدأت تبحث عن طريق إلى الغرب وإلى أوروبا وإلى الهجرة. هذا الاستثمار كيف يمكن أن تساهم به هذه المنصة وجميع الجهات الفلسطينية المعنية بذلك؟ نعم، كما نعلم عندما تشعر الطيور بالبرد في مكان ما بدون محضن فإنها ستغادره وتهاجر إلى مكان آخر يكون فيه الدفء، وعندما تشعر بالحرارة الزائدة أيضا ستغادر وتهاجر إلى مكان يكون فيه الطقس معتدلا. ما نريده هو محاضن دافئة شتاء ومعتدلة صيفا لكي تصل بالمبدعين إلى حيث يجب أن يصلوا إليه. يعني عيب علينا نحن كعرب أو كفلسطينيين أنه لما يظهر أي واحد مبدع تعرض عليه دولة أجنبية الجنسية وهو في ما زال في بلده، وهذا ما حدث مع أحد المبدعين، وهو في بلده غير مكرم وكأنه لا كرامة لنبي في أهله، ولا وكما يقال عنا بالفصحى زمار الحي لا يطرب، وعند هنا بيقولوا الكنيسة القريبة ما بتشفي، وكأنه الشخص اللي بمكانه لا يكرمه أحد، وبالتالي لا تكرمه دولته ولا يجد المحضن الذي يضمن له التطور. للأسف. عندنا شاب فلسطيني صار مخترع اختراعين ومخرج براءات اختراع وغير ذلك، وهو يعيش في يعني في المخيم كما كأي شخص آخر. في هذا الوقت عرض عليه جنسية من بلد آخر بغير البلد الذي هو فيه، ويعني قد يأخذ الجنسية وهو في مكانه، يهاجر إليهم ويأخذ الجنسية طالما عنده هذا الإبداع. نعم. الدماغ الذي يبدع فهم يريدونه عندهم مهما كان إبداعه ضئيلا بالنسبة إليهم، وهم قد وصلوا إلى القمر وأنجزوا الغواصات النووية وغير ذلك، إذا رأوا عقلا متفتحا فإنهم يسعون إليه ولو في آخر يعني الدنيا. بالفعل لا يقللون أو يستهترون بأي موهبة أو بأي إبداع. شكرا لك أستاذ ياسر علي الباحث والكاتب الفلسطيني، كنت معنا من لبنان عبر الخط الهاتفي، والشكر موصول إلى ضيفتي أيضا الأستاذة بنان الرنتيسي المديرة التنفيذية لحدث لما عام 2019. شكرا لك أستاذة بنان، وأشكر كذلك ضيفي الأستاذ حذيفة جرار عضو مؤسس في منصة لما، ونسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله في الشهور والسنوات القادمة. شكرا لكم. ننتقل إلى فقرة زهرة المدائن وعائلة سمرين المرابطة في البلدة القديمة، والتي تحاول قوات الاحتلال طردها وإخراجها من منزلها منذ عقود طويلة، إلا أنها لا تزال متمسكة بكل سنتيمتر في هذا المنزل. فإلى القدس. من سنة 68 اشتريت البيت هذا مفتاحية من واحد اسمه جمجوم، وفي 69 بشهر 10 تجوزت، كل أولادي 7 بنات وثلاثة أولاد أجوا في قلبه. هون 8 بيوت، بيتين دار حشيمة، بيت الحاجة خرية هذه الشلود اللي أخذوه ليت فيها المستوطن، بيت أنا، وفوق في بيتين دار صداوي دار مسودة، بيت لقيت أبو رجب أخذوا محله اليهود فوق وتحت، هاي 8 بيوت. المستوطنين استولوا على البيت هذا أول إشي، بدهم استولوا على الحرم منشان يبقى كمية اليهود أكتر من العرب، لما نفزع على الحرم ما نكونش كتار، نبقى قلال، يبقى موقفنا ضعيف، هما يبقوا أقوى، وربنا القوي مش هم القوايا، ربنا اللي بقوى وبيطلعهم ربنا. أكبر نعمة أنا العائلة لأني جنب الحرم. ليش أنا مستأثر عليها؟ لأنه جنب الحرم، دقيقتين ثلاثة بكون في الحرم، بصلي في الحرم. إحنا حطينا الشبك هذا خوف ما يزتوا علينا أي إشي أو يطب فينا، يعني كانوا يزتوا من الأسطحة حجار ومرات إزاز، وأي ولد بيطلع كانوا يتحركشوا فيه. خاف الواحد على أولاده يغدروهم يقتلوهم يعملوا أي إشي، اليهود غدارين
يجوا يهود من برا غير اللي يبقوا هون يتحركوا في الاولاد فينا في البنات. بنتي من مده هيك طلعت على الدرجات قعدت جاب لها فليت تبع صراصير رشها هي وكمان وحده. طلعنا عن ايش قدمنا شكوى. قالوا خلص جابوا لي امه واخته قال اصلح انت وياه. وقت من قتل اليهودي في الحاره هون اجوا على بيتي هوني ورموا شيء هيك زي اجو زي شيء مبلع حرقوا لي كل البيت. انا كنت عند دار سيلفي جيت لقيت كل داري محروقه وانجنيت وانهارت اعصابي وبرخت في الارض صرت من شهر اقوم. الجيران كلها اجت قشت وقامت وحطت معي كل الدار غمامه سوداء، تخت محروق، السجاده محروقه، الفرشه محروقه. انا طلعت قدمت يعني شكوى، بعد 5 سنين بعثوا لي انه هذا اليهودي مش مبين. ممنوع نبلط، ممنوع نعمر، ممنوع نعمل اي اشي. عادينها ملك يهود عشان اليهود بياخذوا الاجار. لا احنا من الاساس استاجرنا من عرب. من 2015 لهالقيت واحنا في المحاكم، قال هم ربحانين من الدار مني في 89 ما خلونيش وهلقيت بدهم يخلوني. احنا ان شاء الله قاعدين ومن اهل الصمود وما بنطلعش من دارنا. إلا زي ما بقولوها عدهنا لو اطلعونا وين بدنا نروح فيش محل نروحه. فيش محلات إنك لا تستأجري ولا تسكني، فيش المحلات كلها يا إما مستولين عليها اليهود أو إما العربي برضاش أجلك إياها خوف ما تبيعيها لليهود. يعني أجت المحاكمة بتفوضني بتقول لي قول لهم يعني 8 سنين او 10 سنين او شيء تفاوض انتوا اياهم. قلت لها انا بطلعش من القدس الا لما يرثوا الارض وما عليها، مش ممكن يعني اطلع. لو بخسر القضيه لا سمح الله يهدها علي اولاد وياخذها، اما انا طلع بطلع. في ذاكرة فلسطين لهذا اليوم نحن نعيش ذكرى حرب على غزة، ذكرى العدوان على غزة التي يعني كانت في عام 2000 وفي نهاية عام 2008 وبدايات عام 2009، فلنتابع ماذا فعل الاحتلال بغزة آنذاك. احتلال أليف الغدر والمراوغة، فلا عجب من خرق هدنة أو اتفاقية وشن حرب بلا مبرر أو حتى استهداف المستشفيات وقتل المرضى. الحرب على غزة عام 2008. في يونيو من عام 2008 تم التوصل إلى تهدئة بين حركة المقاومة الإسلامية حماس من جهة والاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى برعاية مصرية. وقبل انتهاء التهدئة قامت إسرائيل في 4 نوفمبر من عام 2008 بتنفيذ غارات على قطاع غزة قتلت خلالها 6 من أعضاء حركة حماس، وبموجب ذلك رفضت حماس تمديد التهدئة. في 19 ديسمبر من نفس العام قامت عناصر تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة بإطلاق أكثر من 130 صاروخاً وقذيفة هاون على مناطق في جنوب إسرائيل رداً على خروقات إسرائيل واعتداءاتها على القطاع والضفة. نتيجة لذلك قامت إسرائيل بعملية عسكرية بدأتها في 27 ديسمبر من عام 2008، وكان اليوم الأول من الهجوم اليوم الأكثر دموية من حيث عدد الضحايا الفلسطينيين، مما حدا إلى تسمية أحداث اليوم الدامية بمجزرة السبت الأسود. استهدفت تلك العملية العسكرية كل المقر الأمنية في قطاع غزة والمقر التابعة لحركة حماس، وأدى القصف إلى استشهاد أكثر من 100 فرد من قوات الشرطة والأمن الفلسطينية. كما استهدف هذا الهجوم أيضاً العديد من المؤسسات الصحية،
من أهمها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الذي اندلعت فيه النيران بعد أن تم استهدافه من قبل قذيفة إسرائيلية، حيث هرع مئات المصابين من المستشفى إلى خارجه. وكردة فعل على هذه المجزرة الوحشية، قامت فصائل المقاومة بعدة عمليات، أهمها استهداف مواقع إسرائيلية بواسطة صواريخ قصيرة المدى وصواريخ الجراد متوسطة المدى. بعد 22 يوماً من هذا العدوان الجائر، انسحبت القوات الإسرائيلية من قطاع غزة في 18 من يناير من عام 2009، مخلفة وراءها أكثر من 1400 شهيد فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال. صفحة من ذاكرة أمة عجنت بماء الصمود، ومازج النضال دماءها، وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها. بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من فلسطين، شكرا لكم لحسن المتابعة، هذه تحيات فريق العمل، السلام عليكم ورحمة الله.